من ضمن الأسئلة، أنا أحب مجال الإحصاء التطبيقي جدا، كيف ممكن أحصل على منهج أكاديمي أدرسه ذاتيا بهذا المجال؟ الكتب لن تغني عن الأداء الفعلي للإحصاء التطبيقي بالذات، هم بيطبقوا حاجات وفي برامج مستخدمة في هذا المجال، ممكن تعمل سيرش عليها. فهذا المجال صحيح الخبرة الأكاديمية مهمة، لكن الخبرة العملية أكبر بكتير جدا جدا جدا، لأن الكلام النظري يفهمك الإحصاء وكيفية اختيار العينة وكيفية توسيطها وكيفية، لكن الشغل العملي هو الأساس. لكن أنا أنصحك لو أنت مهتم بهذا الموضوع، ممكن تبحث على النت على الإحصاء، كتب الإحصاء، الإحصاء التطبيقي، تفهم يعني إيه إحصاء الأول، تبلور الموضوع ده، تفهم أكتر عنه. كل ده هيديلك فرق كبير لما إن شاء الله تيجي تشتغل في المجال. لكن في البداية حاول إنك تقرأ حاجات أونلاين، وحاول انك تشتغل على ارض الواقع بحد جنبيك بيشتغل في المجال ده، فتقدر تاخد منه المعلومة اكتر بكتير من انك تدرس منهج اكاديمي. فهو ده اللي بيعمل فرق، وربنا يوفقك ان شاء الله ويكتب لك كل خير. ومجال الاحصاء لو انت متميز فيه من المجالات اللي عليها طلب كبير وكمان رواتبها عالية، فربنا يوفقك.